باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل الذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل ريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. حدثنا علي، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري حا، وحدثني أحمد بن صالح، حدثنا عن بسة، حدثنا يونس عن ابن شهاب، أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت: عائشة رضي الله عنهما سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. حدثنا أبو النعمان، حدثنا مهدي بن ميمون، سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق، أو قال التسبيد. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. هذا آخر حديث أظن. إليكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ وجدان، يعني ناقش معكم فقط لو تقرأين آخر حديث. بارك الله فيك، معكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا أحمد بن إسكاب، حدثنا محمد بن قبيس عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأنا أجزتكم بما قرأ علي وبما يصح لي، أسأل الله تعالى أن يجعل في منزل حسناتكم.